هناك نافذة. إنها نافذة ربما تود أن تعرف عنها. إنها ليست تلك النافذة التي تريك السماء، إنها نافذة تفتح داخل قلب طفل. نافذة في الزمن، لأن أكثر من 70% من القرارات المتعلقة بالمسيح تحدث خلال نافذة محددة تماما من عمر 4 إلى 14 سنة. والذين يقبلون يسوع خلال هذه النافذة يميلون أكثر إلى المحافظة على إيمانهم، ولكن هذا الأمر ليس مستعجبا، أليس كذلك؟ فلقد قال يسوع نفسه: ما لم تصيروا مثل الأطفال الصغار فلن تدخلوا أبدا ملكوت السماوات. ولهذا هناك سؤال كبير: إن كانت 70% من القرارات المرتبطة بالمسيح تحدث في نافذة 4 إلى 14 عاما، فلماذا لا تستثمر الكنيسة سوى 3% من مواردها هناك؟ هل تتذكر عندما أتى الأطفال ليسوع؟ وقتها قال تلاميذه: لا تضايقوا المعلم. التلاميذ احتقروا، ولكن يسوع تنازل ورأى نوافذ مفتوحة، قلوبا مفتوحة، عقولا مفتوحة تحتاج لحبه، فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. في الحقيقة رأى الله في الكتاب المقدس في العديد من المرات تلك الفرصة الكاملة المتاحة في الأطفال، مثل داود ذلك الراعي الصغير الذي اختاره الله ليقتل جبارا، وصموئيل ذلك الفتى الصغير الذي ناداها الله في الليل ليصبح نبيا لله، ومريم التي أنقذت أخاها موسى حتى يمكن أن ينقذ شعب الله، ويسوع نفسه أظهر حكمة فائقة أمام البالغين في الهيكل عندما كان عمره 12 سنة. بينما يرى العالم عدم النضج أو الجهل، يرى الله نوافذ مفتوحة، قلوبا غضة واثقة ومتجاوبة مع قيادته. ولكن أطفال اليوم بحاجة إلى معونتنا. حول العالم يوجد 1 مليار طفل، إنهم نصف عدد الأطفال في العالم، وهم يعانون من الفقر المادي. وفي نفس الوقت يعيش الأطفال في الدول المتقدمة في فقر روحي. فقط 3% منهم يرون العالم من منظور الكتاب المقدس. ولكن يمكننا أن نأتي بالرجاء. 4 من كل 5 أولاد ما يزالون جياع لله، ويمكننا أن نساعدهم حتى يجدونه، وأن نوقظ قلب الإيمان الذي يراه الله فيهم. اليوم لدينا فرصة رائعة أن نأتي بمحبة الله للملايين من النوافذ المفتوحة. أطفال في البيت وفي كل أنحاء العالم متقبلين للحق. ولهذا دعونا نبذل قصارى جهدنا حيثما يكون جهدنا مثمرا لأقصى حد. دعونا نرى الأطفال بنفس القامة الرائعة التي يراهم بها الله، لأن أفضل طريقة ليضيء النور في ظلام العالم هو من خلال النوافذ المفتوحة. زوروا موقع 4to14window.com. اربحوا قلب طفل يسكن بجواركم أو في أي مكان آخر في العالم بينما ما تزال نافذته مفتوحة، مع من أجل نوافذ مفتوحة في كل مكان.